الله أكبر. جبل برصايا في قبضة المعارضة السورية والقوات التركية عقب ساعات من معارك عنيفة مع وحدات حماية الشعب، معارك انتهت بالسيطرة على أكبر وأهم منطقة استراتيجية في معركة غصن الزيتون. قتلى وجرحى من الوحدات سقطوا في العملية العسكرية فضلا عن أسرى باتوا بيد المعارضة. نحن الآن في أعلى قمة من جبل برصايا بعد تحريرها من قبل الثوار وطبعا مساعدة الجيش التركي. نشاهد هنا نحن على أعلى قمة في جبل برصايا، هذه المنطقة الاستراتيجية التي تقع على الحدود السورية التركية. السيطرة على جبل برصايا الاستراتيجي تعني أن مناطق عدة في ريف مدينة عفرين باتت تحت نيران المعارضة السورية، وأن السيطرة عليها مسألة وقت وفق ما أكده القادة العسكريون. تظهر الصور التحصينات الكبيرة لوحدات حماية الشعب في الجبل، فبات الجبل أحد أهم مراكز استئناف العملية العسكرية ضد الوحدات. رسالة إلى أخواننا الأكراد، فبإذن الله قادموني لكي نحرركم من هؤلاء الشرذم الخبيث. إذن غصن الزيتون مستمرة ومستمرة معها قضم المناطق من وحدات حماية الشعب، فالظروف المناخية وفرت للقوات التركية والمعارضة السورية أرضية خصبة لقطاف الزيتون.